صراحة هي الخطوة كانت أول شيء أنه أنا حابة يعني أطور من حالي أكثر بمجال الأسنان بشكل عام. وبالنسبة للبحرين كانت أول تجربة إلي، فكان مو مثل ما توقعت صراحة، أكثر يعني كل شيء من على أكمله، من كل سواء كان بالنسبة للمحاضرات ولا بالنسبة حتى الماتيريالز كلها، ما في شيء حسيت فيه معاناة فيه يعني. وكمان بالنسبة للموضوع اللي كمان هو الليزر، هو الفيوتشر تبع الأسنان، فكمان كتير حلو إنه مهتمين فيه يعني. بالنسبة للمحاضر دكتور بروفيسور سمير نمور، كان كتير أسلوبه رائع، وكان هدفه بس إنه يوصل المعلومة، وهو كمان في مؤلف كتاب يعني، هو محاضر من أهم المحاضرين تقريبا، شرح عن مواضيع كتير إلها علاقة بالليزر، فتنا بتفاصيل يعني كان مثل تلخيص أو موجز فينا نقول بالنسبة لحتى الماستر. فحتى في يعني في الواحد يطور من حاله أكثر بهالموضوع معه. وبتخيل الدكتور شرح يعني عن أدق التفاصيل بالنسبة لاستخدام الليزر. التقييم أول شيء هن كان اهتمامهم إنه كان مبادرة منهم كتير حلوة، إنه بالنسبة للدكاترة اللي عم يشتغلوا واللي يعني عندهم يعني بالنسبة للوقت كان في كتير اهتمام بهالموضوع، فكان مناسب جدا. وكان موضوع إنه كل شهر بشكل دوري، كمان هذا بيخليك يعني متابع على طول. وبالنسبة ل يعني ما حسيت كان في أي صعوبة، سواء كان بطريق بالتواصل ولا سواء ب سواء من أوتيل، من خدمة، من أي شيء له علاقة سواء كان كراحة إنه للمقيم إنه يجي مؤقتا زيارة، أو بالنسبة للمحاضرات نفس الشيء. أول شيء بالنسبة للماستر أكاديمي بشجع الكل أنه يسجل فيها، لأنه بالفعل كتير حلو أنه الواحد يضل متابع، وكتير حلو أنه الواحد يستفيد من شهادات، سواء حتى سواء يعني الدبلومة بتضل بالنهاية هي أنت عم تطور من حالك، فأنت مانك موقف. وأطباء الأسنان شيء معروف أنه ما بصير واحد، والطب بشكل عام أو العلم بشكل عام هو عبارة عن لازم يضل in progress. فهي أول شيء بالنسبة للمحاضرات أو بالنسبة للليزر، هي بالنسبة لماستر أكاديمي. بالنسبة للليزر بشكل خاص كمان هو موضوع كتير متطور، يعني هو صار له 40 سنة هو مستخدم، بس هو المستقبل، هو بتخيل الاتجاهات كلها رح تروح عليه بعدين. بدي أقول لماستر أكاديمي شكراً على اهتمامهم بالأطباء، وعلى راحتهم، وعلى جلبهم لأحسن البروفيسورز بالعالم.